بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الجزء الثالث Part 3 من الشابتر الثاني بعنوان Drawing Parallel Lines، رسم الخطوط الموازية. السؤال هنا How to draw the line parallel to a given line and passes through a given point. هنا كمعطى given عندنا خط ونقطة. النقطة هنا برا الخط، والسؤال هو ازاي نرسم خط موازي للخط الاول ويمر على النقطة C. هنعمل ايه؟ هنجيب المثلث ونضعه تحت الخط بتاعنا الاول، ده المثلث بتاعنا. والخطوة الثانية هنجيب المثلث الثاني ونضعه تحت الخط المثلث الاول، وبعدها بكل بساطة ناخد المثلث الاول ونزيحه الى النقطة C. لما نصل للنقطة C ممكن نشيل المثلث الأول ونجيب القلم وإيه نرسم الخط بتاعنا اللي هو موازي للخط الأول، وكده تحصلنا على خط موازي للخط الأول ويمر بالنقطة C. السؤال الثاني هو How to draw the line parallel to a given line with a specific distance. يعني هنا عندنا كمعطى given هي مسافة r، distance r، يعني على مسافة r عايزين نرسم ايه؟ خط موازي للخط ده اللي هو خط معطى. كيف الطريقة هنا؟ هناخد نقطة من الخط، أي نقطة من الخط، ونفتح الفرجار فتحة R، مقدار R، يعني لو الـ R دي تساوي 5 سنتيمتر هنفتح الفرجار مقدار 5 سنتيمتر ونرسم إيه الجوز بتاعنا. بعدها نجيب المثلث الأول ونضعه إيه تحت الخط بتاعنا. بعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول، والخطوة الثالثة نزيح المثلث الأول إلى أن نصل إلى نقطة المماس مع القوس اللي رسمناه. ممكن الآن نشيل المثلث الثاني ونجيب القلم ونرسم إيه الخط الموازي بتاعنا. ده كيفية رسم خط موازي لخط اللي هو معطى على مسافة A، مسافة R.